بصوا، لو عندك زيتون اخضر مخلي او متخلل او اشتريتيه وحسيتي طعمه كده شويه عايز يتحبش وانت اوريدي عملتي الخلطه بتاعه الهريسه. بصي بقى اقول لك على حاجه لذيذه قوي تعمليها. هتجيبي الزيتون الاخضر كده، اي نوع زيتون اخضر، اي حبه صغيرين، ولو عندك شويه من الحمص كمان على شويه من الثوم كده، انا هاخد كمان فص ثوم عشان عايزاه في الوصفه دي، على شويه من الكزبره تعملي كده. ده الزيتون اللي هو اخضر عادي جدا مفيهوش اي حاجه. وبعدين هاجي هنا عندي شويه من الهريسه وحبشه بقى، ممكن بقى تبشري كمان جزرايه تبقى لذيذه قوي. ناخد كده معلقه من الهريسه ونعمل كده، بصوا عايزه تحطي زيت زيتون، تعالوا اوريكم مثلا ممكن نحط عليه ايه. بصوا ده الليمون بعد ما بيتخلل، دي الليمونه بعد ما بتتخلل، هوريكم طريه ازاي ولذيذه قوي ازاي. نحط كل الكزبره عليها ونحط دي هنا، وناخد من الليمونه كده، ناخد ليمونتين مثلا عشان اوريهولكم. بصوا اهو، بصوا الليمونه اهي، بصوا طريه ازاي تحفه. هنشيل بس البذر وبعد كده هنضيفه على الزيتون، خلطة الزيتون بتاعتنا دي. قطعيه اي حاجة يعني، مهم ان هو ايه يبقى شرايح كده تدينا طعم وصوص للخلطة بتاعتنا. وادي خلطة زيتون وليمون وحمص وشوية من هريسة الشطة اللي احنا عملناها على حبة زيت بالشكل ده كده، خلطة جامدة جدا. ممكن معاها بقى حتة جبنة وتحطيها على لقمة وخلاص على كده. تعالى نحطها هنا. بعد كده بقى لو عندك زيتون اسود وعايزه، عارفه الطبق اللي بيجي لنا في الكافيهات وبيبقى عباره عن زيتون مفروم، زيتون مفروم وطعمه حلو قوي وجنبه طبق زبده، بيبقى حلو جدا لما بيبقى عندي زيتون، بحب قوي اعمل الحركه دي. تعالوا نحط شويه على اللقمه الحلوه دي كده، ممكن تحتها يبقى فيه زبده، ممكن يبقى تحتها في جبنة كريمي مثلا. عايزة احطهم كلهم. ممكن تزودي الهريسة اذا حب. ناخد منديل نلمع ايدينا ونلمع الحاجات بتاعتنا ونروح للزيتون. احنا كده خلاص الليمون وريته لكم بعد ما تخلل، تعالوا برضو ايه نحطه هناك كده. وبعدين نروح للزيتون الاسود، ولا اوريكم البصل اهو. البصل ده انا عملته الصبح، البصل انا عملته الصبح ما اخدش مني وقت خالص اهو. ده البصل المخلل اللي احنا عملناه لذيذ جدا برضه. ايوه نعمل ايه نعمل ايه، ناخد قطعه زبده كده ونحطها على اللقمه كده. ولو بنحب بقى البصل
نقوم حاطين شوية من البصل اللي احنا عملناه عليها. بالشكل ده. ونغطي ونقفل ونرجعه مكانه هنا مثلا. نخليه جنبه. نروح للي بعده علشان الحق اوريه لكم. احنا قدامنا قد ايه؟ يلا بينا. لا لسه هنحط الزيتون الاسود المتخلل عادي خالص عندنا كده. هنعمل خلطه لذيذه قوي، بس طبعا مخلي من غير بذر، وممكن نحط توم وممكن ما نحطش. عندك خل بلسمي تمام، اللي هو الخل البلسمك الغامق. عندك دبس رمان تمام. عايزه تحطي معلقه خل عادي تمام، اي نوع خل او من غير خل، بس انا عندي خل بلسمك بيبقى طعمه تحفه. عندي كمان دبس رمان هيخليه فيه كده مزازه ومسكر وطعمه غريب. وعندك طماطم مجففه برضو تمام، الطماطم المجففه المحفوظه في زيت ايا كان بقى، زيت عباد شمس، زيت زيتون، نحط الزيت بتاعها كمان ونحط لها شويه زيت اكتر. وبعد كده نضرب الخلطه بتاعتنا و نجهزها بقى كده علشان برضو تبقى لذيذة جنب الفطار بالزبدة، اللقمة حلوة. يلا بينا. نطمن ان كله اتضرب كويس قوي، وبعدين ناخده ونروح على الطبق بتاعنا كده. ده بقى لذيذ قوي برضو على نفس اللقمة مع الزبدة، خطير. عيلو طعمه مش قادرة اقول لكم هيعجبكم ازاي. ناخد الزبده كده وناخد العيش بتاعنا كده، نحط عليه زبده. طبعا حمصوا العيش، ما كانش عندي وقت احمص العيش. وناخد من الزيتون بالشكل ده ونحط على الزبده. لقمه لذيذه لذاذه مش قادره اقول لكم حلوه ازاي. نحتفظ بيها ازاي؟ هنحتفظ بيها في التلاجة عليها برضو على وشها زيت كده، بتبقى لذيذة قوي.